من الايام اول قبل ما يتجوزوا اخد قروض عشان خاطر يتجوزوا، عشان خاطر محمد كان في السجن عشان يصرفوا عليه. فاذا هم اخدوا مرتين في قروض، مره للشقه لما اتطلعوا عشان يسكنوا فيها، ومره تانية لما محمد اتحبس. محمد اصلا اترغم على ان هو ارغم على ان هو يتجوز هذه الفتاه. ليه؟ لان في علاقه بينهم ومن بعض، والعلاقه دي نشبت ما بينهم خلفة وحمل والكلام ده كله، فحماته أرغمته أنه هو يتجوز البنت. وبالفعل حصل الجواز واستقروا، وحصل مشاكل كبيرة جدا جدا ما بين محمد وما بين زوجته. في يوم من الأيام محمد رايح يودي القسط بتاع الشقة أو قسط القرض، راح هناك لقى صاحبه بشنطته قاعد في وسط البيت. طبعا مين هنا السبب في كل المشاكل دي؟ هي حماته. هو شايف ان حماته دي هي العدو اللدود ليها، فبدأ ان هو يتربص ويفكر والشيطان يتملك منه ازاي ان انا اتخلص من حماتي، لان حماتي دي هي سبب كل المشاكل. فبدأ ان هو شك ان هو مراته خلاص اتطلقت، فبالتالي في واحد صاحبه هيتجوز طليقته، فاصبح هو تشاغل دماغه بهذا الكلام، مش عاوز حد ابدا ان هو يقرب ناحية طليقته. بالفعل حصل الكلام ده، ومعانا النهاردة كمان تحقيقات من الاقوال اللي قتلها ازاي. قتلها ان هي اوهم حماته، قال لها تعالي قابليني زي ما بتقابليني، كان كل فترة مع بعض، يا اما بيروح البيت يا اما بيقابلها عند موقف ميكروباص بلاقي الدكرور. بالفعل راح هناك ومعاه موتوسيكل بتاعه، اوهم حماته ان الموتوسيكل خلص بنزين، فنزل وطلع السكين ضرب حماته ضرب افضى للموت. بعديها جه خلص على بنته الصغيره اللي كانت 7 شهور ورماهم في الترعه. بعدها بكم يوم بلغت الزوجه عن اختفاء الام والبنت، وبالفعل تم القبض على محمد. التحريات بتقول ان حصل ما بين محمد في النيابه اتسال عده اسئله، اعترف بكل الاعترافات واسباب القتل. لما شك ان حماته لسبب مشاكل وسبب طلاق ليه، قال انا خلاص انا عرفت ان حماتي هي السر في كل حاجه، فانا لازم اخلص حماتي. يا ترى وانت بتفكر في التفكير ده، او اي حد بيسمعني دلوقتي وانت بتفكر تقتل، هل انت متخيل لما بتقتل بتحل المشكله؟ بالعكس، انت دمرت حياتك ودمرت بنتك، قتلتها، وزوجتك او طليقتك اللي كانت موجوده معاك للاسف خلاص حياتها كلها انتهت بسبب اللي انت عملته. محمد قبض عليه، حصل معاه تحريات، الزوجة تم استدعائها او الطليقة تم استدعائها، حكت كل التفاصيل اللي حصلت. ولما تسأل يا محمد هو انت يا زوج طليقته، هو انت متعودين دايما تروحوا تجيبوا منه الفلوس؟ قالت لهم اوقات بروح فعلا اجيب منه فلوس، او امي بتروح، او هو اوقات بيجي عندنا الشقة بيدفع لنا الايجار. ايه الفلوس دي؟ قالت لهم الفلوس دي كنا اخدين قرض 8000 جنيه على مرتين، مرة لما كان محمد محبوس، والمرة التانية لما اتطلقنا فمحمد بيساعد معانا في ايجار الشقة. طبعا هو دي كل التفاصيل، الكلام كبير جدا. كل يوم بنسمع جريمة وكل يوم بنسمع موضوع، لكن للأسف ان احنا وصلنا لمرحلة، كنا عملنا البث بتاع امبارح واتكلمنا في هذا الكلام، ما بقتش بس ان الام والاب اللي عاوزين يربوا، لا ده بقى الام والاب النهارده هم اللي عاوزين يتربوا. لان احنا للاسف وصلنا لحال اب بقى تاجر مخدرات، اب بقى تاجر سلاح، اب النهارده بيضحي ببنته عشان تفكير وسواس خناس جه في دماغه ان في حد تاني هيرتبط بزوجته، فاعتبر هذا الامر ان هو خيانه زوجيه مع انها طليقته. فانت مش هتطلق وتدور على طليقتك، خلاص اصبح ليها الحريه ان هي ترتبط بغيرك وتتجوز غيرك. مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده، لكن هي خلاص الموضوع فعلا في النيابه، وهيتم الحكم على محمد، وبسبب قتله لحماته، ولان هو كان بيعتبر ان حماته دي هي سبب الطلاق وسبب المشاكل كلها. محمد في منه كتير جدا، محمد زيب في منه زيه كتير جدا، بيقتل وبيحسش انه هو بيقتل روح، بيزهق روح. ربنا سبحانه وتعالى حرم هذا الكلام، ولكن هي دي اللي موجود دلوقتي. حبينا نعرض مع حضراتكم هذا الامر، محتاج اسمع من حضراتكم مين اللي غلطان، حماته اللي سبب في طلاق لبنتها، ولا بنتها اللي وافقت تعمل علاقة معاه من الاول واجبرت امها واجبروا
محمد حماته ان هي يتجوز بنتها. الغلط في ايه؟ اللي هسمعه مع حضراتكم في التعليقات وفي نهاية الحلقة. بشكر حضراتكم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم واتوب اليه. انت رب العرش العظيم، سبحانك الله لا اله الا الله. في نهاية الحلقة بطلب من حضراتكم اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك المهم جدا جدا عشان نقدر نعمل حلقات تانية ونكمل مع حضراتكم ونكبر بيكم ان شاء الله. والسلام ان شاء الله للقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.